اليوم يجب أن تكون دماء شيرين هي رسالة جادة من الفلسطيني، من كل الأطياف الفلسطينية ومن الخارج أيضا، الجهات المختصة والجهات الحقوقية، بأن عملية اغتيال شيرين وقتل شيرين بهذه الطريقة هي رسالة واضحة للعالم لإجبار إسرائيل على احترام حرية الصحافة وحماية الصحفيين والتقيد بالقوانين والمواثيق الدولية الخاصة بهذا الشأن. أما بعد، نستنكر نحن في الاتحاد العام للحياة الشبابية الجريمة لها الإعلامي وبواجبها الوطني في ضغط الاتحاد العام للحياة الشبابية القوات الصهيونية باستهداف 83 إعلاميا. تروحي بالآن